مش اسكندرانية، لكن تونس واسكندرية فيهم حاجات كتير من بعض، وخصوصا البحر. اللي راح الحمامات في تونس هيعرف ان فيها حاجات كتير من اسكندرية، واحنا خلاص بنعتبرها انها واحدة مننا، بقت مصرية اسكندرانية، بقت من كل محافظات مصر درة. ولجنة التحكيم النهاردة بتنور بتونس اللي بتمثلها درة معانا النهاردة. ميرسي، منوره اسكندريه. شكرا، ميرسي. انا بحس لما رحت الحمامات ان فيها كتير من هي مش الحمامات بس، هي الحقيقه كل مدن تونس اللي على البحر الابيض المتوسط شبه اسكندريه. يعني انا اول مره جيت اسكندريه حسيت الروح، وحتى الهوا نفس هوا تونس. وجربه كمان انا فاكره طبعا جربه والحمامات وسوسه والمنستير، ويعني في مدن كتير شبه حتى تونس العاصمه في على البحر المرسى سيدي بوسعيد وقرطاج. يعني هو فكرة البحر الأبيض المتوسط شوية بتخلينا شعوب كمان قريبين من بعض قوي، فينا شبه من بعض في عاداتنا في تقاليدنا، فينا حاجات حلوة كده في طباعنا، فاحنا بنحب بعض. يعني بنحب اللمة والعيلة والأسرة والصحاب والحاجات دي. فأنا أول ما جيت اسكندرية من أكتر الحقيقة يعني من أكتر المدن في مصر اللي بحبها. يعني أنا طبعا مصر كلها أكيد فيها وبعشقها، كلنا كمان بنحب اسكندرية أكتر حاجة يعني. فعلا اسكندرية أنا بروحها على فكرة، بزورها كذا مرة في السنة، لأن أنا بحس براحة نفسية فيها، وخصوصا في الشتاء بيبقى ليها طعم تاني خالص، وكل مكان فيها تحس أنه له تاريخ وله أصالة وحكاية. والحقيقة بحبها ومبسوطة أن أنا موجودة فيها وفي مهرجان السينما، وخصوصا لجنة التحكيم بقى. يعني ده أنا بعتبره نوع من التكريم إن بيختاروا فنان إنه يبقى فيه. فكلميني عن اختيارك، ودي أول مرة لجنة التحكيم مهرجان اسكندرية. هو أول مرة مهرجان اسكندرية، أنا قبل كده شاركت في لجان تحكيم تانية، كنت في تروب فيست أريبيا في أبو ظبي، بس طبعا هنا في مصر في اسكندرية يعني بحس موضوع تاني. موضوع تاني، لأني يعني إحنا في بيتنا. والحقيقة هي مسؤولية كبيرة لجنة التحكيم، لأنه في يعني لازم الالتزام بالمواعيد والأفلام، ولازم الواحد يركز كويس قوي، وبيستفيد من التجارب اللي بنتفرج عليها، وتجارب كمان أعضاء لجنة التحكيم التانيين اللي معانا من مختلف بلاد العالم والبلاد المتوسط. فإحنا أكيد من قعدتنا مع بعض ومن فرجة الأفلام هنستفيد، مناقشة ونوعية الأفلام أكيد بتفيد في الاختيار كمان. طبعا طبعا أكيد، ويا رب يعني نتوفق إن إحنا ندي فعلا للي يستاهل.